السلام عليكم متابعي عشاق الحياه والتسهيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير وبصحه جيده ان شاء الله. في الفيديو ديال اليوم جبت لكم فكره رائعه لمشروع ساهل وبسيط. كيف ما عودتكم على الافكار ديال المشاريع ديال البندانات، كل مره كندير لكم موديل، ودابا جبت لكم موديل جديد ممكن انكم ديروه يعني باي توب بغيتو، بالقطيفه بالنسبه للفصل الشتاء ممكن ديروا اي توب بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. اذا هنا عندي انا قطع مفصلين، غادي نشرح لك غنوريكم القياس ديالهم. عندي هنايا قطعه صغيره طول ديالها 14 سنتيم والعرض ديالها 6 سنتيم، وعندي هنا قطعه متوسطه طول ديالها 28 والعرض ديالها 6 سنتيم كذلك. وهنا عندي هذا الخيط المطاطي، هذا هو النصف القياس ديالو، النصف ديال هذه القطعه هذه اللي هو 14 سنتيم والعرض ديالو 1.5 سنتيم. دائما العرض ديال الخيط المطاطي كتضربوه في 2 وتزيدوا سنتيم الخياطه، هو العرض ديال هذه القطعه اللي غديروا. وهنا عندي قطعه متنيه على 2 طول ديالها 44 والعرض ديالها متني على 2 12 سنتيم، يعني منين غادي نفتحوها العرض ديالها 24 سنتيم. اذا اول حاجه غادي نديرو في الخياطه، غادي نمشيو لماكينه الخياطه وغادي نخيطوا هذه القطعه بهذا الشكل، هذا نثنيوها على 2 ونخيطوها. نفس الشيء القطعه الثانيه حتى هي نثنيوها على 2 ونخيطوها، ونفس الشيء القطعه الثالثه حتى هي غنثنيوها على 2 ونخيطوها. انتما من بعد ما خيط القطع راه كانوا عندي بهذا الشكل، هذا كانت الخياطه في الجنب بحال هكا، ولكن انا خليت الخياطه في الوسط وصلحتهم هكا بالميكوات كاملين، حاولت نجيب الخياطه في الوسط باش ما تبان ليش في الوجه اولا في الجوانب. دابا غادي نجيب لاوط، ها هو لاوط القياس ديالو نفس الطول ديال هذه القطعه والعرض ديالو درت هنا 12، غادي ندير في هذا 11، كنقص سنتيم ديال الخياطه وغادي ندخلو في القطعه. هاد لاوط هذا غادي تلقاوه عند المحلات اللي كيبيع كيخيطوا الافريشه، كيخيطوا الطلامات، كيتباع بالمتر رخيص. صافي كيجي بحال هكا، ها نتوما كيف ما كتشوفوا. هاد القطعه الثانيه غادي ندخلوا فيها الخيط المطاطي، غادي نمشي للماكينه ديال الخياطه وغادي نحاول نثبتو من هنايا باش يجيني ساهل في التركاب. هنا وصلتو لهنايا، غادي نحاول نثبتو بالماكينه عاوتاني نخرجو من هنايا ونحاول نثبتو كذلك. ها هي القطعه اللي درت فيها الخيط المطاطي بعد ما ثبتها. دابا غادي نجيو لهنايا وغادي نحاولو، هنا من الاحسن البنات هاد القطعه ديروا فيها الخيط المطاطي يكون عريض باش يجيكم متناسب مع هاد القطعه هذه. انا هذا اللي عندي متوفر، ديروا نتوما الخيط المطاطي ديال 3 سنتيم اللي تيكون عريض باش يجيكم متناسق مع هاد القطعه هذه، يعني باش منين ديروه هنا يجي يعني الشكل ديالو مزيان. كنثنيو واحد السنتيم للداخل بحال هكا وكنحاولوا ندخلوا القطعه. ولاحظوا واحد الحاجه، هاد الخياطه ديال هاد القطعه خصها تكون خياط مع الخياطه ديال هاد القطعه هذه، غادي ديولها بحال هكا 2 سنتيم للداخل باش نفينيوها.
بحال هكا، وغادي نخيطوها من هنايا. من هنا غادي نخيطوها نفس الشيء، غادي نديرو الجهه الاخرى 2 سنتيم من الثوب للداخل، ثم غادي تشوفوها في الماكينه. ونفس الشيء الخياطه تكون مع في الجهه الخياطه، وغادي نديروها هنايا. من بعد غنمشيو للمنتصف ديال هاد البنده، ها هي، وغادي نجيبو هادي وغادي نديروها هنايا بحال هكا، ونحاولوا نقلبوها ونخيطو هنا، نزيرو ونخيطو ونحيدو هاد الزائد ديال الثوب. وهانتوما كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها، كيجي بحال هكا. هنا نوريكم هاد القطعه هادي كيفاش خيطتها، قلت لكم هانتوما كتجي الخياطه ما بيناش، ركبتها وقلبتها بحال هكا من الداخل وخيطتها، ومن بعد قطعتها وقلبتها، صافي رديتها للوجه باش كتجيش الخياطه باينه من هنايا. كتحاولوا هاد البنده هادي ديروها في الوسط بحال هكا، كيجي الشكل ديال البنده رائع. ممكن انكم ديروهم بالثوب ديال البولير، يعني ديال البولير، وديروهم كداك البندانات اللي كيديروا على راس ملي كيبغيو يديروا الماكياج البنات، اولا كيجي الشكل ديالهم رائع بهاد اللاوات اللي فيهم لداخل. ممكن كذلك انكم ديروهم بلون واحد، وممكن كذلك انكم ديروهم بالثوب القطيفه وتزينوهم من هنا بالحجيرات، كيجي الشكل ديالهم جد رائع. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيته. كنبغيكم بزاف بزاف، في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.